الصيد بالقصب أقل ما يقال عنه أنه مدرسة تهذب النفس وتعلم الصبر، هواية ممتعة تخرج صاحبها من دوامة الحياة اليومية إلى متنفس واسع حيث التأمل في ملكوت الخالق وانتظار ما سيجود به البحر بصبر وأنات لا يكتسبهما سوى الراسخون في عشق هذه الهواية الجميلة. الصيد بالنسبة لي أنا راحة البال، وكنلقى فيه الهواية المفضلة عندي بعد كرة القدم. وملي كتجي الصيد كتحس براسك بأنك كتخوي راسك من المشاكل، وكدير واحد المراجعة للنفس سبحان الله العظيم، حيت كتلقى راسك بوحدك وكتلقى راسك تتخبم في شي حوايج اللي مثال تكون عندك شي مشاكل كتلقى لهم بانك تلقى لهم تلقى لهم الحل بوحدك وراحه البال. الهوايه هاد الصيد مزيانه، الهوايه ديالو مزيانه، بنادم كيجي يبغي يبدل شويه ديال يبدل شويه ديال الهواء ويجي يشوف البحر وداكشي مزيان، البحر مزيان كينسي بنادم ديك الله. انا دابا عندي غير هواء، انا تمثل لي الراحه، مرتاح فيها، وجاك هاوي نصيد، فهمت؟ نجيك هاوي نصيد ونتمتع بهذا الوقت ديالك، نتمتع بيه بزاف. الجو زين بالنسبه للبحر، البحر زين، فيه هوايه زينه تاخذ راحة البال ديالك، وخصك تعامل البحر بحذر، كتجي تحوت كتكيل الحوت، كتكون عندك راحة البال. كتكون في شهر رمضان طقوس خاصة، ولا يختلف الأمر كثيرا عنه لدى هواة الصيد بالقصبة، حيث يجدون متعة خاصة خلال هذا الشهر الفضيل لا يشغل بالهم عن الصيد سوى مواعيد الصلاة والعبادة، راحة نفسية وطقوس خاصة لا يستمتع بها إلا من كان بالصيد مولوعا. صايم ما مدي ذنوب، ما ترانكيل وما متعدي على حد، ما جايب لك حد صداع، ما نقر حد دارك، كتفيق كتسحر على مولانا، كتجي الجرف ترزق اللي جاب الله، نوبة شري غوات، نوبة كوربينا، نوبة بوشوك، نوبة تصور حتى 40,000 50,000 60,000 مرة كاع مرة والو. البحر هو هذا يا غارت مزيان في رمضان، رمضان كيكون لابيش كيوكل الماء كيسخن، دابا الماء بارد، دابا واخا كاين الحوت ماشي ما كاين، كاين كاين غير ما هو باغي يوكل، نجيب هاد الشبكة دابا تكون مزيانة تصيد. بخير ولا خير النهار رمضان، كيكون الجو زوين وكيكون النشاط شوية، كيكون شوية ديال الحوت وكيكون الخير، عطا الله خير كيكون في رمضان. بالنسبة لهاد المصايد كاين المصيد اللي كيكون فيه شوي وكاين اللي ما فيه والو. في رمضان السياده زوينه، في رمضان كنجيو مع ديك العشره الصباح كتفيق، كتجي مع ديك العشره ديال الصباح كتفيق، كتجي للبحر كتبقى تصيد، ما كتحسش بالنهار حتى كيدوز، وسبحان الله العظيم في رمضان كيكون الحوت. ولا انك في رمضان تتسلك من اسمه من النميمه ومن فهمت مسائل اللي هي ديرونجيك مثلا، فهمت؟ من يجي الصيد ترتاح فيه وتبقى عندك بال الصيد وكتنمي فيه حتى العقليات، تنمي فيه حتى العقل ديالك تنمي.
ما عندك حتى شي مشكل، تقدر تجيب الطواجن ديالك هنايا، تصيب الماكلات ديالك هنايا في امان الله. بالنسبه لرمضان شويه عندك محدود، يعني عندك من الصباح حتى قبل الفطور ومورا الفطور، يعني كتكون محدود شويه. في رمضان اغلبيه كتسحر وكتشط الطريق باش تجي تصيد، كتصلي الصبح وكتجي تصيد اوتوماتيكوم. ملي كتجي هذيك الوقيته كتكون الوقيته ديال الصيد كتكون زوينه وكتكون صايم، تدوز سبحان الله العظيم، تدوز نهار كتسبح، وملي كيجي وقت الصلاه كتحط القصبه وكتوضى. الا عندك الماء، الا ما عندكش الماء راه كتيمم وكتصلي، وكتبقى هكاك نهار كامل تقريبا في التسبيح والصلاه. ملي كيجي وقت الفطور كتبقى واحد الساعه تقريبا الافطار، بنادم كيهز الباكطاج ديالو وكيمشي فين حاط، يلاه كيغسل وكيوجد الفطور ديالو، ومورا الفطور عاوتاني كتصلي شويه، ومن بعد كتجي تصيد بالليل الا كان البحر مزيان. الحلاوه ديال الصيده في رمضان هي ملي كتكون صايم كتضيع اوقات ديالك مع الحوت، بحال ما هكا كتشد الحوت وكدي حوت زين كتاكلو كتفطر به، وثانيا كتكون كتلاهم البحر، ما كتحش بالنهار، حتى كتصلي الاوقات ديالك ديال تصلي الظهر وتصلي العصر وداك الشيء، وكتعود تسليله ديالك وكتزيد بهذا، وكتجي عندك احسن شيء هو في رمضان الصيد. مصايد منطقة ياخ في النيل وجهة المفضلة لهواة الصيد بالقصبة. روبير سائح فرنسي يرى أن أصداء المنطقة تجاوز الحدود ليصل إلى موطنه فرنسا. شهرة لم تغب عن أبناء البلد، حيث هواة الصيد من جميع مدن المملكة يفضلون هذه المنطقة لما لها من خصوصية، إن وجدوا لذلك سبيلا نظرا لالتزامات الحياة اليومية. أزور المغرب منذ 6 سنوات. أخ في النير قرية جميلة أحبها كثيرا، ناتي دوما إلى هنا للصيد لأنني أنشأت منزل هنا. نحن الفرنسيين نحب المغرب كثيرا. المنطقة الجنوبية علاش كنجيو لها حنا؟ حيت كاينة فيها وفرة الأسماك، وزيدون كتبسع شويه من هذاك البيئه اللي كتكون عايش فيها يوميا تقريبا في نواحي حنا من الدار البيضاء. الدار البيضاء كتعرف بان كاين ستريس، كاين بزاف الطوموبيلات، كاين الدخان بزاف، كاين الكلاكسون. هنا ملي كتجي ما كتسمع والو، كترتاح. عينا حنا تتعيا بنادم من الضو، كاين بعض المرات كتشتاق للشمعه. لي توريست بيشور، السائح من هواة الصيد يحب المكان هنا لأنه معروف بفرنسا لصيد الكوربين. ولابيش دو لا كوربين. أخ في النير عندها جوج المزايا، الناس ديالها و اون جينيرال الناس ديال لو سود الله يعمرها دار، عمرنا لقينا فيه مشكل، كنحطوا الطوموبيل ولا كنحطوا الباكتاج ولا كنحطوا لاطونت ولا شي حاجة، عمرنا هذه شحال واحد 15 عام ولا كنجي هنايا، عمر لقيت مشكل ولا مشات لي شي حاجه ولا تشفرات ولا، يعني الناس ديال هذه المنطقه الله يعمرها دار، الحمد لله حنا خوت. والوفره ديال السمك. تتميز شواطئ واخ في النير بارتفاعات كبيره، وجب على مرتاديها الحيطة والحذر لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر وحوادث قد تأخذ منحا خطيرا عند التهور أو عدم الأخذ بالأسباب. الخطر الوحيد اللي كاين هنايا في الناحية الجنوبية بالأخص في منطقة أخ في النير وجهة العيون، وان كاين العلاوات هو كاين لي فاليز شويه عاليين، بنادم خصو مني قبل ما يحط رجليه ولا يعرف فين يجلس خصو يشوف غير ما يتهوروش. بمعنى لان هذه المنطقه معروفه في اخ في النير معروفه بلي فاليز، وكاينين دي فاليز اللي شي جبال هنايا
اللي راشين يعني الله يحفظ يقدر يطيح، والله يحفظ اذا طاح شي واحد هنايا ما عندوش كيفاش يتجبد. بالفعل كاينه وارين واحد الناس اللي ما كيعرفوش الارض كيف على حسب جراف كيتهرسوا كيكونوا مصايد واعرين، الا جيتي بغيتي تهود ولا خاصك تاخذ هدار ديالك تتهود وتاخذ بلاصه ديالك اللي يمكن لك تبدا تحوت كل شيء. هذا تبع عريس صريك، هذه الحركه اللي تم الانسان يتحرك ممكن عنده خير يهوى والله فهمت. هذه الحركه هذاك اللي تم يتحرك من الاحسن انه يعود مثلا في بلد عالي ذنبس يسكن يقعد ذنبس يعني ما يحرك. من الافضل على المبتدئين في صيد الابتعاد عن الحافة بأكثر من مترين، لأنه إذا أمسكت سمكة تجر الشخص إلى الحافة وتلك النهاية. إلى سفينية. تنوع الأسماك ووفرتها تجعل من هذه المنطقة قطبا سياحيا ومورد رزق كبير لهواة الصيد بالقصبة. كان صيدو كوربينا وابلغ لولومشطي الشرغو كاين بوشوك، هادو هما الانواع اللي كاينين اكثريه هنا في اخ النير. عاد رمضان اسيدي كيكون فيه الشرغو، لا الشرغو دبدوبه صغيره، وبالليل الا بغيتي تصيد انت بالليل غيتقتل كوربينا. كاين شي واحد اللي كيعرفو يصيدو راه غيقتل كوربينا، ما عارف صيد راه ما غيقتل والو. كاين الكوربين بحال هادي الشرغو وابلاغ هادشي اللي كاين. احنا جايين من دار البيضاء وخسرنا اخ فنير لانها معروفه بالجوده ديال الاسماك ديالها، واحد النوع اللي الكوربين او القرب كما حنا كنقولوا ليه، وكيكون بوفره هنايا. لا من ناحيه السد على انك على واضريك ما تقدر تجبد حوت شوي كبير، يعني حوت كبير والكوش تحب تجبد فيها تنتر فيها لا الحوت الصغير مثلا لا الحوت الصغير، هذا هو الفرق بينهم. الصيد بالقصبة هواية يجد فيها الكثيرون ملاذا ومتنفسا حقيقيا يمكنهم من الخروج من ضوضاء المدينة وصخبها. راحة نفسية تعود الصياد على التحلي بالصبر والقناعة والرضا.